أخبار اليوم. احنا مشتركين كمجموعة الصغير بالميك اب والشعر، ودي حاجة يعني احنا بنعتز بيها ان احنا لينا وضعنا كمصريين. احنا بنشترك في اسبوع الموضة في فرنسا اكتر من مرة، وبنشترك في مصر مع كل بيوت الازياء. فهم النهاردة المعرض ده او الايفنت اللي هيتعمل ده هيتعمل فيه 10 بيوت ازياء من برا عالميين يعني، وفي مجموعة من الشباب من مصر اللي هم بيشتغلوا في الموضة موجودين في المهرجان ده. وان شاء الله المهرجان فكرته الاساسية هي تنشيط السياحة، لان المؤتمر ده او المهرجان ده هيتذاع على العالم كله، والعالم يقدر يشوف ايه وضع مصر بالنسبة للامن والامان وللضوء والاضواء اللي هي موجودة فيها والفكر الثقافي اللي موجود. فاحنا بنستغل ده وبنقدم جزء من الموضة من خلال المهرجان ده. فان شاء الله ربنا سهل ونقدر ناخد المنال من الموضوع ككل. اسم نفرتيتي لان نفرتيتي اله الجمال يعني، وهو ده الموضوع كله على الجمال، فعشان كده مستغلين اسم نفرتيتي في المؤتمر ده. الموضه انهي موضه؟ لا الموضه موجوده في كل حته، بس احنا لازم نعاصر الوضع ونختلف ونرجع للزمن الجميل بتاعنا. الموضه مش فكره شعر قصير وطويل وبتاع، الموضوع موضوع مناخ كله يعني، لازم كلنا والستات بالذات ترجع للفكر المنسق والموضة والاهتمام بالجديد كل الكلام ده. لكن أنا يعني ببص كده بشوف بقول لازم إحنا مصر ترجع لوضعها الطبيعي. مصر طول عمرها رائدة في العالم العربي ومشاركة في العالم الأوروبي وعالم الموضة في العالم بوضعها الاجتماعي وبشكلها الاجتماعي. إحنا طول عمرنا الناس بتقلدنا، فإحنا للأسف تراجعنا كتير جدا بفكر تقليدي وليس هو فكر ثقافي، فان شاء الله نقدر نعود الى ذلك. ولا انصح المراه انها تشوف العالم، لان المراه هي 90% من المجتمع. المراه مش 50%، هي اكتر من 50%. المراه هي اللي بتقود العالم، هي اللي بتطلع الاجيال، هي اللي بتربي الجيل. فيجب ان المراه تحتك بالعالم زي ما كنا زمان وتعيش فيه. احنا عندنا ناس، ما زلنا عندنا ستات يعني مثقفين ومتعلمين ورائدين، وفي وزراء النهارده ووزراء ناجحين جدا يعني، وفي كل حته، ومش احنا مصر بس، في العالم العربي كله تقدمنا. وفي ده في واحده من الامارات في المحكمه الدوليه في لاهاي يعني دكتوره قانون دولي، وعندنا واحده طلعت حربت في من السعوديه يعني، عندنا ستات. فاحنا عايزين الستات تطلع العالم ده. ايه؟ انا عمري ما كنت ضد حاجه صح. الموضه دلوقتي انا ضد مع الموضه، بس انا بشوف في حاجه تقليديه ماشيه في المجتمع ما اقدرش اقول انها موضه، لكن الناس بتقلد حاجات للاسف بنرجع بيها لورا للاسف. انا مش فكره في حاجه لفت نظري، انا اللي لفت نظري ان المراه يجب انها تعود الى وضعها الطبيعي في المجتمع المصري بس.